ومعنا عبر سكايب من رام الله أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي. أهلا وسهلا بك معنا. كيف تقيم الوضع من وجهة نظرك تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات على أرضه؟ ما تقوم به إسرائيل هو مجازر، مجازر حقيقية تكشف طبيعة الحركة الصهيونية الإسرائيلية، ولكن ما يقومون به من هدم للبيوت وقتل للمدنيين وخاصة الأطفال والنساء والاعتداء على المرافق الطبية وقتل الأطباء وتدمير البنية التحتية، كل ذلك برأيي يدل على أنهم فاشلين. أعمالهم أعمال جبانة وتدل على فشل سياسي وعسكري، يعني هم عاجزون عن وقف المقاومة الفلسطينية، عاجزون عن وقف الصواريخ الفلسطينية. كل وعودهم الكاذبة بأنهم سيقضوا على البنية التحتية للمقاومة تبخرت. اليوم يقروا أمس بأنه ما تعرضوا له من قصف هو أكبر قصف صاروخي تعرضت له إسرائيل في تاريخها. كل ذلك يدل على فشل عسكري، وينتقموا من المدنيين الذي نراه هو عقوبات جماعية ضد المدنيين العزل، ضد الناس الذين تهدم بيوتهم دون إنذار، عائلات بكاملها تم إبادتها. نحن نتحدث عن 14 عائلة شطبت من السجل المدني بالكامل، ما لا حوالي 200 شهيد حتى هذه اللحظة وحوالي 60 طفل منهم. هذا يدل على أعمال جبانة وفاشلة، ولكن في نهاية المطاف سينكسر هذا الهجوم وسينكسر بهزيمة لإسرائيل، لأنه إسرائيل لا تستطيع أن توقف مقاومة الشعب الفلسطيني. لكن ما أريد أن أحذر منه أن الهجمة الصهيونية لا تقتصر على قطاع غزة. اليوم هناك عصابات صهيونية منتشرة في الداخل تقوم بالاعتداء على أبناء وبنات شعبنا في مدن الداخل، يافا وحيفا وعكا والناصرة واللد، وأيضا عصابات صهيونية تحاول الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية وفيها وما فيها القدس. أمس قاموا بهجمات على سكان مخيم، على سكان شعفاط وعلى سكان بيت حنينة، وأيضا على مناطق مختلفة في محيط نابلس. الذي نتحدث عنه مخاطر حقيقية وانفلات لعصابات صهيونية، وبالتالي هذه هي اللحظة التي يجب أن يتكاتف فيها جميع الفلسطينيين والعرب والعالم لردع ولجم هذا الكيان المارق الذي يمارس ممارسات فاشية ضد شعبنا. نعم دكتور، هذا الجموح في الجنون الإسرائيلي إنجاز التعبير، برأيك كيف يمكن وقفه على الصعيد السياسي؟ ما هو الحل الأمثل سياسيا؟ أولا صمود المقاومة، هذا هو العامل الحاسم الأول. صمود المقاومة وبقائها وإدراك إسرائيل أنها لا تستطيع أن تكسر مقاومة الشعب الفلسطيني، سواء المقاومة المسلحة أو المقاومة الشعبية، هو عامل حاسم جدا. والآن الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني في حالة انتفاضة شاملة، بل امتدت هذه الانتفاضة إلى أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في كل مواقع العالم. يعني تروى العالم بأسره يشهد مظاهرات عارمة ضد إسرائيل. لذلك أولا الصمود المقاوم هذا هو أهم عمل سيؤدي إلى انتصارنا إن شاء الله. الأمر الثاني هو ضرورة تعرية جرائم إسرائيل وفضحها أمام العالم وإحراج كل أولئك الذين يدعموا حكام إسرائيل وخاصة حكومة الولايات المتحدة، وأيضا فضح وتعرية المنافقون الذين يحاولوا أن يساووا بين الطرفين، بين طرف معتدي وطرف معتدى عليه. هاي أشياء مهمة، ولكن أيضا لابد من استنهاض ضغط اقتصادي على إسرائيل عبر فرض العقوبات والمقاطعة عليها. هذه الحركة، حركة المقاطعة وفرض العقوبات، هي من أهم العوامل التي يمكن أن تساهم في لجم وردع العدوان الإسرائيلي. نعم دكتور مصطفى، كل المتابعين للقضية الفلسطينية من يومها الأول ولغاية اللحظة، كل الناس بتقول هاي المرة غير، هاي المرة إحنا مستبشرين خير، هاي المرة العالم كله متكاتف، مثل ما حضرتك تفضلت وتحدثت قبل قليل بأنه الفلسطينيين بكل مكان بالعالم عم بيعملوا تظاهرات ووقفات احتجاجية، ومن المفترض أنه يكون يعني صوت الفلسطينيين وصل وعم يوصل إلى كل العالم. هل فعلا هذه المرة هي غير ومختلفة تماما؟ طبعا مختلفة جدا، مختلفة بسبب قوة المقاومة الفلسطينية، ومختلفة بسبب توحد كل الفلسطينيين، وبسبب حالة التفاؤل التي نشأت بينهم بعد أن حاول الإسرائيليون
أن يزرعوا شعور الإحباط واليأس في صفوف الشعب الفلسطيني مستغلين الانقسامات والمشاكل الداخلية. اليوم نحن نشهد وحدة ميدانية، الشعب صنع وحدة ميدانية على الأرض، تقدم على قياداته، وهذا بث شعور بالتفاؤل العام والعارم. ولكن هذا الشعور الإيجابي والبناء يجب أن يسند أكثر، يجب أن يسند أكثر بإجراءات عقابية ضد إسرائيل. البيانات والإدانات إيجابية ولكن لا تكفي ولا تتأثر بها إسرائيل. ما نريد أن نراه الآن إسناداً لهذا التغير الكبير الذي أحدثه الشعب الفلسطيني هو إجراءات عقابية ضد إسرائيل، مقاطعة شاملة لها. دعيني أقول أيضاً بالإضافة إلى ذلك أنه بالفعل تغير ميزان القوى حتى الآن، حتى هذه اللحظة، ونتيجة هذه الانتفاضة الشعبية الفلسطينية ونتيجة هذه المقاومة الباسلة حدث تغيير في ميزان القوى. وهذا ما كنا ندعو إليه دائما، أنه لا يمكن المراهنة على عمليات سياسية دون أولا تغيير ميزان القوى، وهذا الذي يجري الآن على الأرض. ولذلك حكام إسرائيل مصابين بالجنون، يصابوا بالجنون لأنه استعملوا كل ما في جعبتهم، طائرات F-16 وطائرات F-35، ماذا يحتاجوا أكثر؟ وصواريخ بالمئات تلقى على بيوت الناس وفوق رؤوسهم. دمروا البنية التحتية، دمروا الطرق، اعتدوا على المرافق الصحية، اعتدوا على الأطباء، قتلوا الأطفال. في الضفة الغربية حتى الآن هناك 2700 جريح أصيبوا بوسائل القتل الإسرائيلية، ومنهم حوالي 200 مصابين بالرصاص الحي، بالإضافة إلى 25 شهيد. هذا إضافة إلى شهداء غزة 200. يعني نحن نتحدث عن هجمة شرسة مجنونة مسعورة، لكن تعبر عن فشل الحكام إسرائيل وفشلهم في إعادة استخدام القوة العسكرية. كانوا يراهنوا دائما على بث الخوف والذعر، الذي يجابهونه اليوم شجاعة لا توصف. أنا لا أستطيع أن أصف مدى شجاعة شخص تحت الأنقاض يحاول أن يخرجوه من تحت الأنقاض وهو يمد يده من تحت الأنقاض ويرفع علامة النصر. هذا شعب ذو إرادة حديدية، لن تستطيع إسرائيل أن تكسر هذه الإرادة. كل الجنون الإسرائيلي والسعار الذي تحدثت عنه لن يستطيع كسر قوة وصمود الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البرغوثي، كنت معنا عبر سكايب من رام الله، أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.